مساء الخير متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم. متابع معاكم يوم حنان عليوة محافظة الألوية، واليوم هنعرف صناعة العيش البلدي من مع سيدات الألوية. سيدات الألوية جدعان اللي قرروا إن هم يكافحنا من أجل لقمة العيش، إن هم يساعدوا أزواجهم على المعيشة. هنعرف النهاردة صناعة العيش البلدي والمرفوع والرقاق بيتم صناعته ازاي ومراحل صناعته وأسعاره ايه. مساء الخير. مساء الخير، انتم طيبين، انتي صحة السلامة حبيبتي. عرفينا بنفسك. انا ام مريم. ام مريم، اه ازيك يا ام مريم؟ عاملة لسه ايه؟ الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. انتي صحة السلامة. قولي بقى النهاردة بتصنعوا عيش ايه؟ مرحرح، اللي هو في ناس بتقول عليه مرحرح، في ناس بتقول عليه ملدن، مش كل البلاد يعني، بلد تقول عليه مرحرح وبلد تقول عليه ملدن، بلد تانية تقول عليه المقلم كده يعني. تمام، قولي بقى يعني صناعة العيش المرحرح بدايته مراحله ازاي؟ يعني بتصنعيه الأول من ايه؟ دي ايه؟ من دقيق الذرة، من الذرة. تمام، مراحل صناعته ايه بقى؟ الذرة ده الذرة بنجيب الذرة طبعا بننشفه، وبعد كده نحمصه ونوديه المكنة يتطحن، ويجي بقى يبقى دي زي كده ونخبزه. الخروبة طبعا، وبعد كده تمام. العجين بتاعه بقى بيبقى فيه حاجة تانية من مكونات العجين غير الدقيق الذرة؟ ايوه، دي زيرو، بس ما بنحطش عليه، بنحط عليه نسبة بسيطة جدا، مش بنسب يعني، بيبقى بس بيبقى الأغلبية بيبقى دقيق الذرة، يبقى يعني الذرة اللي فيه أزيد بتخلطيه من بقى قد الدقيق، ايه؟ يعني كيلو دقيق الذرة يبقى عليها قد ايه، او 2 كيلو ذرة؟ بيبقى ال5 كيلو عليهم بتاع يعني كيلو ونص كده، مش كتير، ما ينفعش يبقى دي الزيرو اكتر علشان ما يمسمرش، يبقى ناشف، مش هيبقى طري كده يعني مقرمش، لا هيبقى مسمر. قولي يعني حضرتك بتصنعوا العيش الذرة بقى، العيش المرحرح بس؟ كل حاجة، رقاق، عيش مرفوعي، عيش مرحرح، كل حاجة بنخبز فيه، صواني كله، الفرن ده كل حاجة بنعمله فيه. تعملوا كعك والبسكويت برضو وكده؟ بنعمل كل هنا في حاجة الفرن فيه، البلدي؟ طبعا، وفطير وكله. قولي بقى يعني بتبدأوا شغله من امتى لامتى؟ من الساعة 8 كده الصبح، بنخلص بعد الظهر على طول، الساعة 12. في رمضان بتشتغل؟